واليوم بالحسيم استقبل الملك محمد السادس عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017. وفي معرض كلمته أمام الملك قال الجوهري إن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2017 تسارعا ملموسا في وتيرة النمو الذي بلغ 4.1%، مستفيدا من الظروف المناخية الجيدة وكذا من انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا التحسن مكن من خلق عدد مهم من مناصب الشغل. وعلى صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية أبرز الجوهري أن عجز الميزانية تقلص إلى 3.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.6%، مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب 6 أشهر من الواردات.